اليوم العالمي للمعلم المصادف للخامس أكتوبر من كل سنة فرصة للوقوف على واقع هذه الفئة وتحدياتها وتطلعاتها مهنيا واجتماعيا. بالنسبة لنا هنا في هذا اليوم العالمي للمعلم هو وقفة بالنسبة لنا لمراجعة لتقييم نضالاتنا نتائج نضالاتنا بالنسبة للواقع تاع المدرسة، لأننا بما أننا في هذا القطاع هذا الاهتمامات تاعنا بالمدرسة العمومية ومخرجاتها وأدائنا وظروف العمل هو جزء من نضالنا، كما نهتم بجانب آخر لا يقل أهمية هو أوضاعنا الاجتماعية والمهنية. مربو الأجيال ورغم حسرتهم وعدم رضاهم التام عن وضعيتهم إلا أنهم متفائلون بتحقيق الأفضل، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بمراجعة أجور الأساتذة. الأجور احنا نريد رفع قدرة شرائية، ورفع القدرة الشرائية هو الانتقال من مستوى معيشي إلى مستوى أفضل. احنا بالنسبة للأثر تاع الرفع الأخير في الأجور وتخفيض الضرائب ما كانش عنده أثر محسوس على قدرتنا الشرائية، وبالتالي تخوفنا من أن هذه الزيادة ما تكونش في مستوى التطلعات تاعنا. احنا فقط نقول نثمن كل زيادة تمكننا من المستوى المعيشي أفضل، تمكننا من رفع المستوى المعيشي، من الحفاظ على كرامة المربي في هذه الذكرى هذه. وبالتالي فاحنا قلت نثمن أي قرار اللي يهتم بالمدرسة ويجسد على أرض الواقع بشكل كبير، لأن الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية خلانا أننا نتدحرج إلى أسفل، حتى الطبقة المتوسطة خرجنا منها وأصبحنا في طبقة هشة ربما ولا طبقة دنيا. الاهتمام بالمعلم أولوية من الأولويات لكونه حامي المجتمع من الجهل والتخلف، فعلى أيديهم يتخرج الطبيب والمهندس والمحامي، فقم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا.